محمد، أنت في خان يونس، يعني أنت في الجنوب، كنت تتابع طوال اليوم، طوال الساعات الماضية، حركة النازحين القادمين من الشمال طوال هذا اليوم بالتأكيد. ما الذي سمعته من شهادات نقلت من قبل النازحين؟ نعم، يعني كنا على المنطقة الجنوبية لوادي غزة، وهي المنطقة الفاصلة التي تفصل مدينة غزة عن المحافظة الوسطى. انتظرنا لساعات طويلة برفقة العائلات التي وصلت إلى الجانب الجنوبي لوادي غزة، وهي تسير على الأقدام لأكثر من 5 ساعات، وأيضا المسافة التي مشوها طيلة هذه الفترة هي استغرقت ما يقارب من 5 إلى 10 كيلوات. هناك عائلات جاءت من منطقة النصر ومنطقة الشفاء سيرا على الأقدام، ولم تستطع توفير مركبة حتى توصيلهم إلى شارع صلاح الدين. وعائلات أخرى فلحت أو نجحت في يعني التنقل بمركبة حتى الدوار الكويتي في شارع صلاح الدين. قامت العائلات بالسير على الأقدام مسافة 5 كيلو تقريبا وأكثر. هذه العائلات وصلت إلى الجانب الجنوبي بظروف إنسانية صعبة. هناك المرضى الذين كانوا يسحبوا عبر الأسرة، إضافة إلى بعض المرضى الذين تم يعني نقلهم في كراسي متحركة وحملا على الأكتاف. هناك يعني حالة إنسانية في غاية الصعوبة، ولأول مرة نرى هذه المشاهد المؤلمة وأيضا المشاهد الكبيرة من المواطنين الذين نزحوا إلى المناطق الشمالية بفعل القصف. أيضا ونحن نتوقف في تلك المنطقة شاهدنا الغارات الإسرائيلية في محيط شارع صلاح الدين وعلى مقربة من المواطنين، تحديدا في منطقة صلاح الدين. وبعد مغادرتنا لتلك المنطقة غارت طائرة إسرائيلية على المنطقة التي كنا نقف بجوارها، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات. تم نقلهم إلى المستشفى على الأندونيسي. سرعان ما وصلوا النازحون هنا سيرا على الأقدام أيضا وتنقلا عبر العربات، أو التي نقلتهم إلى مشفى ناصر الطبي بحكم وبصفتي بأن هذا المشفى هو الوحيد الذي بقي يستقبل النازحين، لأن المدارس امتلأت بأعداد النازحين الذين وصلوا إلى محافظة خان يونس. محمد.